استشعار مصر بتتكلم حرفي بيقام معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بمدينة العالمين في الساحل الشمالي لمدة شهر بهدف دعم صغار المنتجين والحرف التراثية. الهدف الأساسي من المعارض إن احنا نسوق منتجات مصرية ونشجع المنتج المصري وإن هو بالعكس نطوره أكتر وأكتر. الهدف منه كمان إن احنا نجري عجلة الإنتاج ونشغل أكبر عدد ممكن من المنتجين والعارضين. كل المنتجات موجودة، منتجات خشبية، نحاسية، ألباستر، مفروشات، كل الحاجات وحاجات تراثية كلها والحاجات البدوية كل موجود داخل هذا المعرض. سعيدة إن المعارض دي ابتدت تبقى موجودة بشكل دوري في القاهرة، ودلوقتي أنا سعيدة إنها موجودة هنا في الساحل الشمالي. المعرض بيقام بمشاركة 250 عارض من 12 محافظة على 3 مراحل، بتستمر كل مرحلة منها على مدار 10 أيام. أنا بعمل حاجات جلد طبيعي هاند ميد، متخيطة كلها عن طريق ستات مدينة بشائر الخير في اسكندرية. أنا شايفة في إقبال مش طبيعي على المعرض النهاردة، مبسوطة قوي إن هما بدأوا يشجعوا الحاجات الحرف الهاند ميد علشان ده ما كانش معروف عندنا خالص في مصر. المعرض جميل وكل حاجة فيه جميلة، وهو كل سنة بس السنة دي فيه تقدم، أسعار كويسة ومتهاوزين، يعني حتى لو يعني حابين ناخد حاجات بسعر أقل متهاوزين. النهاردة أول يوم بس حاسة إن الدنيا لطيفة، يعني في ناس مقبلين والدنيا تمام، متفائلة خير. أنا مبسوطة جدا عشان أنا أساسا بحب قوي الحاجات المصرية والحاجات الهاند ميد قوي، على شايفة وقت من الأوقات كنت أنا اللي بقعد أعمل الأكسسوارز وكده لوحدي، أجيب الحاجات وأفضل أعملها. لو بصيت على كل واحد هنا عامل إيه تحس بالمجهود اللي هو بيعمله في الشيء الجميل اللي بيعمله بإيده، فإحنا هو ده اللي إحنا محتاجينه. إحنا محتاجين الناس دي كلها تشتغل لأن وراهم ناس كتير كمان بتشتغل. إقامة المعرض في مارينا خطوة مهمة لدعم الحرف والترويج للمنتج التراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.